بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. اليوم نمضي مع المؤلف في كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارة بقسميه، طهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. لما فرغ من ذلك بتفاصيله دخل في الأصل المطلوب وهو الصلاة، لأن الطهارة مقدمة للصلاة، الصلاة لا تصح إلا بها. فقال: كتاب الصلاة، أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الصلاة مفصلة حتى يؤديها المسلم على الوجه المشروع إذا عرف هذه الأحكام التي تضمنها هذا الباب. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله. فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قبل الهجرة، قيل بثلاث سنين وقيل بخمس سنين، حينما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. الله، ورأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر الله ذلك بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، لأنه كان ينزل عليه بالوحي من الله سبحانه وتعالى. ذو مرة، يعني قوة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى فوق السماوات،
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآيات. وأول ما فرضت الصلاة كما في حديث عائشة ركعتين ركعتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتمت صلاة الحضر فصارت أربعا، وأقرت صلاة السفر فبقيت ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. وقد ذكر العلماء أن الصلاة ما مشروعة في لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن اختلفت كيفيتها بحسب شرائعهم. فالصلاة عمل عظيم يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي الفارقة بين المسلم والكافر كما يأتي. الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي ادعو لهم. فالصلاة في اللغة الدعاء، وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة المشتملة على الأقوال والأفعال المشروعة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة شرعا. نعم. قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفسا. تجب الصلاة وجوبا عينيا على كل مسلم مكلف. مسلم يخرج الكافر، فالكافر لا يطالب بالصلاة ما دام على كفره، ولو صلى فصلاته غير صحيحة. الله أكبر. حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمكلف يخرج غير المكلف وهو الصغير. الصغير لا تجب عليه الصلاة لكنه يؤمر بها كما يأتي ليتمرن عليها ويعتادها وينشأ عليها، وهي له نافلة. ويخرج أيضا المجنون، فالمجنون جنونا مطبقا أو المعتوه أي زائل العقل، فهذا لا تجب عليه الصلاة، لأن الصلاة تحتاج إلى نية، لأنها عبادة تحتاج إلى نية، وغير العاقل لا يتأتى منه النية. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. إلا حائضا ونفساء. المرأة الحائض والمرأة النفساء لا تجب عليهما الصلاة وإن كانتا مسلمتين مكلفتين، لأن الله خفف عنهما فمنعهما من الصلاة مدة الحيض ومدة النفاس، وأسقطها عنهما تخفيفا عنهما، فالحائض والنفساء لا تصليان مدة الحيض ومدة النفاس، ولا يجب عليهما القضاء بعد ذلك. الحمد لله. فالصلاة تسقط عنهما أداء وقضاء، وذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى، لأن الحيض والنفاس يتكرران على المرأة،
لأن والصلاة أيضا تجب في اليوم والليلة 5 مرات، فلو كلفت بالقضاء لشق ذلك عليها، فالله جل وعلا أسقط عنها القضاء. وفي الحديث لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. نعم، من زال عقله فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الزوال مطبقا ودائما، فهذا ليس عليه صلاة، ليس عليه تكاليف، لأنه لا عقل له فهو غير مكلف. والنوع الثاني من زال عقله زوالا مؤقتا ثم يعود إليه، وذلك كمن زال عقله بنوم، فإن النوم يغطي العقل والنائم لا يدري عن شيء ولا يحس بشيء ولا يدري عن دخول وقت الصلاة، فما دام نائما فهو معذور ومرفوع عنه القلم. فإذا استيقظ وجب عليه قضاء الصلاة إذا كان قد خرج وقتها. وليس معنى ذلك أن الإنسان ينام ولا يبالي، ولكن يجب عليه أن يهتم بالصلاة واليقظة للصلاة، لكن لو غلبه النوم مع نية القيام للصلاة وغلبه النوم في بعض الأحيان فهذا معذور بالنوم، فإذا استيقظ زال عذره، فيجب عليه أداء الصلاة إن كان في الوقت أو قضاؤها إن كان قد خرج وقتها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا النوم أو إغماء، والإغماء هو الغشي الذي يصيب الإنسان بسبب مرض من الأمراض يغشى عليه فيزول عقله، فهذا ما دام في الإغماء فإنه لا تجب عليه صلاة لأنه زائل العقل، لكن إذا ذهب عنه الإغماء فإنه يصلي لزوال العذر إذا زال عنه الإغماء، ما لم يكن الإغماء طويلا يمتد إلى أيام كثيرة أو أشهر أو سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا لا يقضي ما فات للمشقة. أما إذا كان الإغماء قليلا يمكنه أن يقضي الصلوات التي مرت عليه فإنه يجب عليه، لأن عمارا رضي الله تعالى عنه أغمي عليه 3 أيام، فلما استيقظ فلما أفاق قضى صلاة 3 الأيام. فإذا كان الإغماء مدته قصيرة وبإمكان الإنسان أن يقضي الصلوات التي تركها فإنه يجب عليه ذلك. أما إذا كانت مدة الإغماء طويلة تبلغ أياما كثيرة أو أشهرا أو سنين، فإن من رحمة الله أن يخفف عنه ويصلي في المستقبل، يحافظ على الصلاة في المستقبل. ومثل ذلك ما يحصل الآن من حوادث السيارات والإصابات التي قد يغمى على الإنسان مدة طويلة ويبقى في المستشفى مدة طويلة، أو يصاب بالجلطة ولا حول ولا قوة إلا بالله التي يزول معها شعوره ويمضي عليه سنين أو شهور، فهذا معفو عنه. لكن لو صح وزال عنه هذا الإغماء فإنه يحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم.
منذ صحى يعني. منذ يصحو. أو سكر، من زال عقله بسكر، والسكر هو ما ينشأ عن تعاطي المواد المسكرة كالخمر وسائر المسكرات، هذا محرم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالسكر محرم، وأوجب الله الحد على السكران بأن يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة، كما جلد الصحابة رضي الله عنهم السكران 80 جلدة، وذلك حماية للعقول، لأن العقل من الضرورات الخمس التي يجب المحافظة عليها. لا يجوز للإنسان أن يجني على عقله بما يزيله أو يخبله حتى يصبح شبيها بالبهيمة. فإذا تناول مسكرا، سواء كان ذلك باختياره أو كان جاهلا لا يدري أنه مسكر، المهم أنه تعاطى شيئا أسكره وأزال عقله ومرت عليه صلوات وهو سكران، فهذا إذا ذهب عنه السكر يجب عليه قضاء الصلوات التي مرت عليه. نعم. أو نحوه، أو نحو السكر مما يزيل العقل، كالذي يتعاطى بعض الأدوية التي تغطي عقله، البنج مثلا، مثل البنج، مثل بعض الحبوب، مثل بعض الأدوية التي تغطي عقله، فهذا يكون مثل من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر، يجب عليه القضاء بعد ذهاب ذلك المانع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. لا تصح الصلاة من مجنون، يعني لو صلى في حال الجنون، سبق أن المجنون لا تجب عليه، فلو صلىها وهو مجنون لم تصح منه لعدم وجود النية. الصلاة لا تصح إلا بنية كسائر العبادات، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو صلى حال جنونه لم تصح صلاته، فيجب عليه إذا صح من الجنون أن يقضي هذه الصلوات التي مرت عليه، ما لم يكن هذا الجنون مطبقا كما سبق. فإن صلى المجنون لا تصح منه، يؤمر أو ينهى أو يترك؟ لا يؤمر ولا ينهى، لأنه ما يسمع النهي ولا يسمع الأمر، فيترك. لكن إذا صح فإنه يقضي هذه الصلوات، ولا يقال أنه صلاها وقت الجنون، لأنها لم تصح منه لعدم وجود النية. ويترك شأنه إن صلى، بل لعدم وجود الطهارة أيضا. نعم، يترك لشأنه إن صلى أو ترك. يترك، نعم يترك، يمنع من الصلاة يترك، ما دام أنه ما حصل منه ضرر، وإنما هي حركات لا تضر أحدا، يترك. الحمد لله. ولا كافر، الكافر لو صلى في حال الكفر فإن صلاته غير صحيحة لعدم وجود الإسلام، لأن الصلاة عبادة، والعبادات لا تصح من الكافر لعدم وجود النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن لو صلى هذا الكافر فإنه يحكم بإسلامه، فهو مسلم حكما، يعني يحكم بإسلامه ويعطى حكم المسلمين من حيث دفن في مقابر المسلمين، ومن حيث الميراث، ومن حيث، فيحكم بإسلامه وتترتب عليه أحكام الإسلام في الظاهر. أما في الباطن فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. سبق أن
الصغير لا تجب عليه الصلاة لأنه لم يبلغ وغير مكلف، لكن يؤمر بها إذا بلغ 7 سنين. إذا بلغ سن التمييز هو 7 سنين فإن وليه يأمره بالصلاة، مجرد أمر ليألفها وينشأ عليها ويحبها، وليؤجر عليها هو ووليه، لأنها تكون له نافلة للصغير. للصغير نافلة، ولوليه أجر في تربيته على ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فإذا بلغ الطفل ذكرا أو أنثى 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة ليعتادها. الطفلة تصلي في البيت والغلام يذهب مع وليه إلى المسجد ويصلي مع المسلمين ليعتاد ذلك وينشأ عليه. شيخ، كل الصلوات الـ5 في ذلك سواء؟ نعم، كل الصلوات. أحيانا ابن 7 و8 قد يستثقل وليه إيقاظه للفجر. لا ما يتساهل فيها، يوقظه للفجر، وذلك خير له لأجل أن يعتاد القيام ويعتاد النشاط للعبادة. إذا نشأ على ترك صلاة الفجر فإنه يتساهل فيها في المستقبل. والحديث عام، الحديث نعم. عام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لم يفرق بين الفجر وغيرها، ولا بد من وجود شيء من المشقة. قال: ويضرب عليها لـ10. إذا بلغ الصبي 10 سنين وترك الصلاة فإنه يضرب ضربات تعزير حتى يذوق العقوبة ويذوق الألم، فيحمله ذلك على المحافظة على الصلاة. ودل هذا على أن الضرب في الإسلام أنه وسيلة من وسائل التربية. الله أكبر. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأمر الله به الزوج مع زوجته الناشز، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا وصل الحال إلى الضرب فإنها تضرب الناشز لتتوب إلى الله عز وجل. كذلك الطفل إذا بلغ 10 سنين ولم يصلي فإنه يضرب من أجل أن يتوب إلى الله وليذوق العقوبة حتى ينفر من ترك الصلاة. وكذلك يضرب على المخالفات الأخرى التي تخل بالأدب، يضرب عليها، لكنه يكون ضربا غير مبرح بقدر ما يحصل المقصود. أما الذين ينكرون الضرب فهؤلاء متأثرون بالغرب، بالتربية الغربية، التربية الكافرة. أما الإسلام فإنه يقر الضرب في حدود. فإن بلغ يا شيخ هذا الإنكار أن لا يراه في نفسه، يخشى على ذلك أنه يرد شيئا من أحكام الإسلام، أنه يرى الضرب مثلا عنيفا أو منفرا أو يقول محطما. إذا قال أن الضرب أنه ليس وسيلة تربية ولو أمر به الرسول أو جاء في القرآن فإن هذا يكفر، أنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة. فإن كان يجز نفسه أن الضرب خطأ، أما إن كان يقول الحديث صحيح والضرب وسيلة من وسائل التربية، ولكن يجب أنه مثلا يخفف عن الصبي أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه خطأ. خطأ؟ شك أنه خطأ، نعم. قد يشقق هذا من جهة أخرى شيخ، يقال أن الضرب المأذون فيه للولي كالوالد والزوج، ثم يقال أن الضرب للصلاة أمر أو أذن فيه بعد الأمر بـ3 سنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لـ7 واضربهم عليها لـ10. هو لا يضرب إلا من بلغ الـ10، لأن لكن هل المقصود أنه يعني يخصص الضرب، أن يقال أن الضرب المأذون فيه بعد 3 سنين من الأوامر؟ بعد ثلاث سنين من التمييز، من بلوغ 7. فإذا بلغ 10 سنين فإنه يستحق الضرب على المخالفة.
والضرب يكون للمدرس ويكون للزوج ويكون للوالد، كل من له ولاية على صغير واحتاج إلى ضربه فإنه يضربه. نعم. إذن علينا من يعني مقتضى الإسلام أن نؤمن أن الضرب وسيلة صحيحة للتربية. نعم، هذا لا شك فيه، وأن إنكار ذلك إنما هو من تأثير الثقافة الغربية. بلا شك. أحسن الله إليك. قال: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. نعم، سبق أن الصبي لا تجب عليه الصلاة، وأنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. فإن بلغ في أثنائها، إن انتقل من الصغر إلى البلوغ، لأن يعني ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ في أثناء الصلاة، فإنه يستأنفها من جديد ويصليها من جديد، لأنه دخل فيها وهي غير واجبة عليه. وبلغ في أثنائها فإنه يستأنفها لأنها وجبت عليه. وكذلك أما إذا لم يبلغ إلا بعد الصلاة فإنه لا يؤمر بإعادتها، لأنه أداها وهو غير بالغ، حكم الصغير، وإنما يؤمر بها ويلزم بها بعد البلوغ. نعم. وكذلك الشيخ الحائض. نعم، لو طهرت في وقتها يعني أدركت الصلاة. هذا سيأتي. نعم، الحائض إذا طهرت في وقت الصلاة يعني أدركتها الظهر وهي حائض ثم طهرت قبل أذان العصر. نعم، يلزمها صلاة الظهر، تغتسل وتصلي الظهر حتى لو طهرت في آخر وقت العصر قبيل غروب الشمس، وجبت عليها الظهر والعصر، أو طهرت قبيل طلوع الفجر، فإنه يجب عليها المغرب والعشاء، لأن الوقتين يصبحان وقتا واحدا في هذه الحالة، في حالة الضرورة. نعم، بمعنى أنها إذا طهرت في أي وقت من أوقات الصلاة وجب عليها صلاة تلك الوقت. هذا سيأتي إن شاء الله. أحسن الله. نعم. قال: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. سيأتي أن من شروط الصلاة الوقت، لأن الله جل وعلا فرضها في مواقيت محددة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسيأتي تفصيل مواقيت الصلاة. نعم. لكن يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي جعله الله لها من غير عذر شرعي، قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا في مسألتين. المسألة الأولى مسألة الذي ينوي الجمع، وهو ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين، كالمريض والمسافر ومن عنده عذر المطر في الجمع بين العشاءين. فإنه يجوز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية ويصليها معها جمع تأخير، من باب التيسير على أهل الأعذار. الحمد لله. النوع الثاني ممن يجوز له تأخيرها عن وقتها الذي يشتغل بشرط الصلاة كالطهارة والسترة، يعني يشتغل بتحصيل شرط الصلاة، مثلا بتحصيل ثوب يلبسه للصلاة يستر به عورته، يشتغل بتوفير الماء للوضوء أو للاغتسال، فهذا يستمر في تحصيل الشرط ولو خرج عليه الوقت على المذهب. والقول الثاني أنه لا يخرجها عن وقتها بل يصليها على حسب حاله، فإذا رأى أن الوقت سيخرج فإنه يصلي على حسب حاله، وإذا لم يقدر على استعمال الماء في الحال فإنه يتيمم ويصلي ولا يخرج الصلاة عن وقتها. هذا هو القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله. نعم. شكر الله لكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي على نهاية وقت اللقاء.
نشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الجريسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.